الحمد لله على السلامة يا حبيبي. اهلا اهلا حبيبتي، منورة الدنيا. في قاعدة لوحدك ليه؟ امال فين الواد فتحي؟ في ام فتحي تنفع؟ يا صلاة النبي تنفع؟ وفي غيرك الخير والبركة يا ست الكل. يخليك ليا يا رب. الف حمد لله على السلامة يا حبيبي. ربنا يبارك فيك يا ست. امال فين الولد فتحي؟ انا بلغني انه كان بينزل يقعد في المكتب. لازم في ان يا بابا. ان ايه بس يا بنتي؟ انت هتعملي زي برعي. ما تصدقهاش يا حاج، ده هو الواد فتحي من نفسه كده قال لي يا ست الكل انا هنزل المغلى اقعد في مكتب ابويا شويه لغايه لما يجي هو. الله 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 الله، بس يا ريت ده يدوم يا ست بهيجه. وحياتك يا اخويا، انا هفضل ازن عليه لغايه لما دماغه تليق. هيقول لك مشغول ورايا مذاكره. يقول اللي يقوله ويذاكر زي ما هو عايز. انا كل اللي عايزه انه ساعات ساعات يعني يبقى ينزل يقعد مكاني في المكتب. وانا فهمت برع على كل حاجه، هيفهمه الكار واحده واحده. تلاقيك يا حاج راجع حفتان صح؟ والله انا عايز اتوضى واخطف ركعتين كده. بالحق يا حاج، فوزيه اتصلت بيك مرتين. ما انا عرفت. تلاقي البت بنتها غضبانه وقاعده عندها في البيت. هما الناس دول ما وراهمش غير وجع الدماغ. على كل حال انا هصلي واروح لها. طيب يا اخويا، على بال ما تتوضى وتصلي اكون انا وضبت السفره. وحياتك يا بابا، لحسن السفره من غيرك ملهاش طعم. يا بنتي يا اونطجيه. اخسى عليك يا بابا، انا برضو اونطجيه؟ تصدق بالله ان انا زعلت منك وهخصمك؟ تخصميني؟ ده ايه الكلام الكبير ده؟ انت لو خصمتيني يا بنتي تبقي خصمتي الحياه. طب لو كنت جدعه وفي وشك شنب وبيعمليها وخصميني. انت في وشك شنب يا بنت هتخصميه بجد؟ طب اوعي اوعي. اوعى تاخد على خاطرك من مروه يا حاج، ده كله الا مروه. دي بتحبك حب دونا عن ولادك كلهم. على فكره انا مش بقول كده يعني عشان هي بنتي. انت لسه هتفهمين انت ايه يا وليده. والله انا البنت مروه دي ليها معزه خاصه عندي. انا عارف كل بنت من بناتي عايزه مني ايه بالظبط. عشان كده مروه دي ليها معزه خاصه جوايا، لدرجه ان انا مستخسرها في اي راجل. مش عارف امتى ربنا بقى هيبعت لي الراجل اللي يستاهلها فعلا ويعرف يسطرها واطمن عليها معاه. ان شاء الله يا حاج تجوزها وتستتها وتشوف ولادها وولاد ولادها كمان. ربنا يعزك ويديك الصحه وطولة العمر. المهم ربنا يقدر لي ولاقي لها الراجل اللي يستاهلها فعلا باذن الله. طب انا هسيبك تتوضى وتصلي واحضر لك الاكل. ده انا عامله لك اكل ايه يا حاج؟ سكر. تسلم ايديك يا بهيجه، انت طول عمرك ست زي السكر.